ما وجدت عمر. عمر كيواجه توريا بالطلاق. رقية ضربت نسرين. احداث مشوقة وحزينة. تبعوا الفيديو للاخر باش تفهموا الاحداث. في البداية غنشوفوا لطيفة كطلب من الدكتورة صاحبتها باش تعاون بنتها وتبع الملف ديال الطبي. زين كتصب عمر باش تقول ليه جدها كاينة في السبيطار وبيديروا العملية. للاسف عمر باقي مخاصم مع زين، بداكشي علاش ما باش يجاوبها. زين بعيات ما تصوني على عمر، عيات ما تصوني على عمر، والحل الوحيد هو تصوني على توريا. صونات عليها وخبرتها وقالت لها بلي جدت عمر كاينه في السبيطار، خاصكم ضروري تجي تشوف واحد غيدير لها العمليه. توريا غتمشي كتجري عند عمر باش تخبره، غتقول ليه بلي صونات عليها زين بلي جدتها كاينه في السبيطار. عمر غادي يجمع الوقفه وغتمشي هو توريا تلفاس بحيث انهم كاينين في الدار البيضاء. جدت عمر قبل ما يغادروا الدار بدات العصام في يديه وبقات كتبتسم ليه وكتشوف في عينيها. عمر غادي يوصل توريا للسبيطار. عمر جاهل وحقد على كل شيء، وفي ديك الفتره كتبان ليه جده قدامه. عمر بعد ما شاف عمو قال ليه انت مجرم باغي تقتل جده. رادي كيحاول يهتنف عمر باش يجرو، ولكن عمر معصب عليه ودفعه. والحل الوحيد هو يشوف جده قبل ما يوقع عليها شي حاجه. بعد ما دخل عندها بقى كيبكي بزاف، ودخل عندها وقال لها سمح لي يا مهمتي بس لها راسها وخرج. غادي نشوف واحد الصراع قوي ما بين نسرين ونيرمان. بعد ما غيتزادوا في الهضره غادي يخرج الغالي ورقية. رقية غتقول لهم مالكم كتغوتوا، سكتونا واحد شويه راه غالي مريض. نيرمان غتقول رقية نسرين بغات تجري عليها من الدار وقالت لي انت محسده. رقية قالت نسرين شكون هي باش تخرجها من الدار. واحد الوقيته نيرمان غادي تقول نسرين تفعل تربيه السلامات كيفاش دايره. نسرين غادي يطلع عليها الدم وغتمشي عند نيرمان وغادي تضربها. رقية ما رضاتش وضربت نسرين. والحدث الاخير اللي كيبكي توريا غتمشي عند عمر وكتبكي وغتقول ليه جدك. عمر ما فاهم والو، مع الرفيقه ديالو من النعاس غادي يمشي كيجري لغرفه العمليات. للاسف بعد ما داروا العمليه مات. عمر غادي يبقى في الحال بزاف وغادي يبكي. غيجي عند الدكتور غيقول ليه البركه في راسك ولدي. عمر غادي يمشي عند جده واخا ميته وغادي يبوس لها راسها. من بعد غادي يخرج من الغرفه غادي يتلاقى مع عمو زينب وغادي ينخلهم وغادي يمشي. وهذه المره غادي يمشي ديريكت عند توريا. غادي يشد فيها واحد الشده ماشي تال تما وغادي يقول لها من دابا انت متلقى مني. توريا مسكينه ما فاهمه والو وكتبكي. قال لنا خوتي سالت الحلقه، في نظركم شنو يوقع في الحلقه الجايه؟ قال لنا خوتي قدرت نسالي لكم الفيديو، اشتركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم الجديد.